مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. عايزه اقول ان احنا النهارده الحلقه هتبقى مختلفه، هنشوف وصلنا لفين بالنسبه للسياحه، بالنسبه للاجراءات في الفنادق والطيران وغيره. خليكم معانا هنستمتع برضه بحلقتنا النهارده. هنقول مجموعه من الاخبار الجديده بالنسبه للاجراءات فيما يخص فيروس كورونا في قطاع السياحه، ازاي القطاع بيستعد ان شاء الله نستقبل على الاقل السياحه الداخليه. اماكن كتير بتستعد للسياحه الداخليه زي شرم الشيخ والغردقه والاقصر واسوان وغيره. بعد الفاصل هنبتدي كلامنا. يلا البداية دائما مع مجموعة من الأخبار السياحية نلتقي بها ونشاهدها الآن.
حضراتكم عارفين وزي ما خلاص وزارة الصحة أقرت مصر كلها هتبتدي تتحرك بشكل مختلف، ان احنا هيبقى عندنا الوعي الكافي زي البلاد الاوروبيه اللي ابتدت تفتح ابوابها خلاص، سواء بقى للسياحه والاقتصاد والمصانع والعمل مره تانية. الحظر ساعاته المفروض انها تقل عشان دوره الحياه تمشي وترجع تاني لطبيعتها. فبالتالي احنا دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنتكيف مع هذا الوباء. ده بيحتاج ايه؟ بيحتاج وعي كبير جدا، وبالذات بقى السياحه والفنادق محتاجين ان هم يكونوا اكثر وعيا. وزي ما قلنا ان وزاره السياحه ووزاره الصحه مش هتدي اي اوتيل الموافقه على انه يستقبل سياح الا لما يكون خدوا شهاده السلامه الصحيه، دي مهمه جدا جدا عشان اي اوتيل يرجع يفتح ابوابه مره تانية. وكمان علشان نبقى عارفين انه في امور لازم كلنا نعرفها، سواء بقى المواطن العادي او السايح اللي عايز يروح اي اوتيل. وخاصه ان احنا دلوقتي في الفتره الجايه هنبحث عن السياحه الداخليه، لانه على ما اعتقد على مستوى العالم مش هترجع السياحة الخارجية بقوتها على الأقل الفترة دي، لكن هنفتح البيبان لأهالينا. الناس اللي كانت دايما في مصر متعودة تسافر بره في الأجازات أو في الصيف، لأ غير أجازتك وخليك في بلدك وهتستمتع جدا في بلدك زي ما كنت بتستمتع بره. وزي ما هم كمان هيعملوا، هم مش هيرجعوا يسافروا من بلد لبلد دلوقتي على الاقل الفتره دي، رغم ان ايطاليا فتحت الطيران وكله، لا اكيد كل واحد هيبقى فيه فتره تخوف شويه. فخلينا السنه دي نقضي اجازتنا في مصر. اعتمد مجلس الوزراء عدة ضوابط واشتراطات للسياحة الداخلية مؤخرا في خطوة تعطي بصيص أمل للشركات السياحية والفنادق لتتمكن من سد جزء من التكاليف التي تكبدتها خلال الفترة الماضية. قرارات حاسمة واشتراطات صارمة أقرتها وزارة السياحة والآثار لتطبق على الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية، حيث يسمح الفندق بالعمل ب 25% من طاقته الاستيعابية حتى نهاية الشهر الحالي، على أن ترتفع هذه النسبة في يونيو إلى 50% حال استقرار الأوضاع وأرقام العدوى بفيروس كورونا المستجد. وتضمنت اشتراطات وزارة السياحة والآثار تطبيق تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمات الصحة العالمية، حيث تبدأ من دخول النزلاء من باب الفندق
مرورا بإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين وتسجيل الدخول إلكترونيا أو باستخدام الأقلام أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى إجراءات أخرى داخل المطاعم واستخدام الشواطئ وحمامات السباحة. كما أن من أهم شروط عمل الفنادق الحصول على شهادة السلامة الصحية، دون ذلك لا يسمح بتشغيل أي منشأة فندقية. أما عن نسب الإشغال خلال 15 يوما الماضية والتي تضمنت أيام العيد، فقد تراوحت بين 10% إلى 25% بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، مع الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الوقائية. ولم تتوقف تحركات الحكومة نحو عودة السياحة على هذه الخطوات المحسوبة، وحيث أن الالتزام هو سيد الموقف، فقد انتشرت لجان وزارة السياحة والآثار لتكون عين الرقيب على الفنادق التي حصلت بالفعل على شهادة السلامة الصحية، لتتابع وتصدر تقارير دورية عن مدى التزام هذه الفنادق من عدمه. ورغم تخوف البعض من عودة السياحة الداخلية، إلا أن المنشآت الفندقية أثبتت تفهمها لخطورة الوضع، وذلك بالتزامها الجاد والتام بجميع الاشتراطات والإجراءات الوقائية، بل وزادت عليها حفاظا على العاملين والنزلاء. برضه عشان نعرف تفاصيل اكتر ايه اللي هيتم بالنسبه للاجراءات دي، معانا الاستاذ احمد صدقي وهو مدير احد الفنادق الموجوده في مصر، هيقول لنا بالتفاصيل كمان ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه. يلا معايا.
ان الفتره اللي فاتت اتاثرنا في قطاع السياحه والفنادق بالاخص زي كل القطاعات في الدوله بالازمه بتاعه كورونا كوفيد 19، وكان التاثير طبعا للاسف على قطاع السياحه والفنادق اكتر من قطاعات تانية ممكن تكون تأثرت بصورة أقل. عامة احنا كقطاع وكمجموعة فنادق وسلسلة فنادق عالمية اتبعنا من أول ما ابتدت الأزمة إجراءات وقائية كما هو مطلوب وكما هو مقرر من تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة طبعا للتعليمات المستجدة مع تطور الأزمة. كنا دايما حريصين ان احنا نتبعها وننفذها بصورة واضحة وسليمة علشان نحافظ على سلامة النزلاء، سلامة الزائرين، وسلامة العاملين والموظفين في الفنادق. ابتدينا من نتبع كل الإجراءات الوقائية بداية من التعقيم الأماكن العامة في الفنادق في الفندق، مرورا بالغرف والمطاعم والمكاتب وطبعا المطابخ واللاندري، كل الأماكن دي بيتم تعقيمها بصورة مستمرة كما هو محدد وموضح في تعليمات وزارة الصحة والمناشير المختلفة اللي جت عن طريق وزارة السياحة. فبتدي مثلا من بداية من دخول النزيل بشنطته للفندق، بيبتدي بيتم تعقيم الشنط بتاعته، بيتم قياس درجة حرارة النزيل عند المدخل، في ديسبنسرز تعقيمات موزعة في كل الأماكن العامة في الفندق، في أمام منطقة الاستقبال، في اللوبي، في المصاعد، في امام المطاعم، امام الحمامات، كل الاماكن ديت عشان نشجع النزلاء على ان هم يبقى عندهم دايما توافر ادوات التعقيم بصوره مستمره. في نفس الوقت احنا قمنا باتباع اجراءات اخرى من تعقيم الغرف بصوره مستمره كل يوم، كل يوم يتم تعقيم الغرفه عن طريق موظفي تنظيف الغرف، وبعد مغادرة أي نزيل لغرفة بيتم غلق الغرفة لمدة 48 ساعة، وبعدين بيتم تعقيمها ودخولها واستعمالها مرة أخرى. برضو بالنسبة للمطاعم تم مراعاة التباعد في الترابيزات كما هو محدد في المنشور القادم من وزارة الصحة. تم مراعاة التباعد في الترابيزات، تم تقليل كثافة الترابيزات. نفس الشيء حصل في على حمامات حمام السباحة. تم برضو أخذ في الاعتبار ان في الأماكن الصالات الرياضية توفير تباعد ما بين الأجهزة المختلفة علشان تبقى ما فيش كثافة كبيرة جوه صالة الجيم. تم توفير المعقمات، وبيتم برضو هيتم اغلاق الجيم على مدار اليوم في اوقات محدده للتعقيم والاستمرار مره اخرى. تم طبعا وضع اللافتات الارشاديه والتوضيحيه للنزلاء في اماكن مختلفه من الفنادق عشان خاطر يتم دايما تذكرتهم باتباع الاساليب المطلوبه للحفاظ على سلامتهم الشخصية.
بالنسبة للعاملين بيتم كل يوم قياس درجة حرارتهم عند دخولهم الفندق وخلال العمل، خلال تواجدهم في العمل تم تقليل عدد العاملين بنسبة تقريبا 50% من العمالة، وبيتم عمل جدول بحيث ان هم يشتغلوا على فترات متساوية ويبقى تواجدهم بالنسب المحددة. في نفس الوقت بيتم متابعتهم دوريا في الاجازه وتاكد من سلامتهم. طبعا الحمد لله ما فيش حد من العاملين عندنا في الفندق حصل له حاجه، بس اذا حصل لاي حد حاجه هيتم استبعاده ووضعه في العزل طبعا وابلاغ السلطات كما هو صحيه كما هو مطلوب. في نفس الوقت في مطعم العاملين تم مراعاه التباعد ما بين العاملين برضو وزياده الفترات الوجبات بحيث انها تبقى على فترات متقاربه علشان خاطر العاملين كلهم ما يبقوش بكثافات كتيره جوه المطعم، وتم عدد عمل المناطق مكونه من شخصين بس في كل منطقه. بيتم برضو عند الخروج التأكد من سلامة العامل، بيتم موظف بيتم على مدار اليوم قياس درجات حرارتهم عشوائيا عدد من العاملين عشان التأكد ان هم حرارتهم دايما او صحتهم في اكمل وجه. وفي نفس الوقت بيتم عمل تقييم شامل لاداء العاملين من مديرينهم عشان نتأكد ان هم حالتهم الصحية كويسة دايما في الصورة المطلوبة على مدار كل أسبوع. البحر طبعا تم التنسيق والتأكيد على التباعد ما بين الشازلونجات على البحر حتى بالمسافات الآمنة، واحنا على استعداد ان احنا نبدأ تشغيل البحر عندما يتم الحصول على القرار بتشغيله. بالنسبة بقى للعيد ان شاء الله احنا على تم استعداد ان احنا نبتدي نرحب بالنزلاء والزوار في الفندق، وعندنا الاجراءات ديت اللي احنا اتبعناها يعني مؤكدين على كل العماله انها تستعملها بالصوره المناسبه وتبقى محافظه عليها، وفي مراقبه دوريه لتنفيذها. تم طبعا الغاء البوفيه الافطار والبوفيهات عامه، وتم استبدالها بمنيو ثابت بتختار منه كل الوجبات او كل الاصناف اللي محتاجه تبقى متواجده في البوفيه هتبقى متواجده في المنيو، بس انت بتختار وبتطلبها. ممكن تطلبها كنزيل قبلها بيوم او تطلبها اول ما توصل، وبتبقى جاهزه وبتوصل لك في الوقت المحدد بحيث ان انت تستمتع بوجبتك.
في وقت آمن. بالنسبة برضو للمطعم في التشغيل نفسه بيبقى أقصى عدد للترابيزة كأفراد 6 أشخاص، وإحنا حريصين إن إحنا نوفر دوت بحيث إن إحنا نقلل التباعد برضو ما بين النزلاء حفاظا عليهم. تم طبعا كل العاملين لابسين الكمامات والجوانتيات اللازمة على مدار ال 24 ساعة. فاحنا الجيم موجود، المعقمات تم حاليا الغاء العمل في النادي الصحي، يعني الغاء مؤقتا. فطبعا مش في خدمه المساج والساونا والستيم، بس كل الخدمات حمام السباحه تم زياده نسبه الكلور فيه كما هو موضح برضو منشور وزاره الصحه. وتم زي ما قلت عمل التباعد اللازم في الشازلونجات على حمام السباحه، فكل الخدمات متوفره بصوره طبيعيه ملائمه للتشغيل في الظروف الحاليه. وان شاء الله الناس هتستمتع باقامتها في الفندق وفي الفنادق عامه في الفتره الحاليه. احنا حريصين جدا ان احنا نحافظ على النزلاء والعاملين على حد سواء في اكمل صحه. عندنا دكتور متوفر تحت الطلب، ده موجود الصبح، عياده متوفره موجوده فيها الامكانيات الاساسيه، والدكتور متوفر تحت الطلب لا قدر الله في اي شيء بيبقى متواجد على طول خلال فتره وجيزه. فكل الاجراءات الاحترازيه احنا حريصين ان احنا نوفرها، بالاضافه ان احنا كمان ككل الموظفين وفريق العمل دايما بنبقى مستعدين وسعداء ان احنا نستقبل الزوار والنزلاء، وان شاء الله هيستمتعوا باجازه عيد واجازه صيف سعيده معانا. وان شاء الله طبعا السياحه الداخليه تبتدي، وبعديها الطيران يفتح باذن الله بعد فتره وجيزه وتبتدي السياحه ترجع، واحنا نبقى متعايشين بصوره كامله وامنه مع الفيروس كوفيد 19 لغايه ما ان شاء الله نستطيع ان نقضي عليه ان شاء الله بوعينا وتكاتفنا جميعا. واحنا مستعدين لكده ومتاكدين ان احنا هنقدر نعمل كده باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد علينا جميعا، وبالتوفيق لينا وبلدنا باذن الله. شكرا جزيلا.